واش بصح ابراهيم دياز صافي خان ببلاده وقالك صافي عيمت المنتخب الاسباني في حال لامين جامع؟ واش بصح هادشي؟ في هاد الفيديو غنعرفوا التفاصيل كامله، غنعرفوا شكون هو ابراهيم دياز واش مثل المنتخب المغربي ولا المنتخب الاسباني، وعلاش مسلسل ابراهيم دياز مع المنتخب المغربي مازال ما تسعلا. كمل معايا الفيديو حتى الاخر باش تفهم كلشي، وما تنساش دعم اللايك لهذا الفيديو ودعم لواحد التعليق. واش بغيتي ابراهيم دياز مع المنتخب المغربي ولا المنتخب الاسباني؟ ودير هاشتاغ ديما مغرب. يلا بقى معايا حتى الاخر. إبراهيم دياز أو إبراهيم عبد القادر دياز هو مغربي خلق في 1999 في مدينة مالاغا الإسبانية، المدينة اللي معروفة بالتقاليد الإسلامية والثقافة المغربية الأندلسية، ومالاغا نتوما عارفينها عامرة بالمغاربة والمسلمين. إبراهيم دياز عنده دم مغربي، الأم ديالو إسبانية شوية، ولكن باه وجدو الأجداد ديالو كاملين من المغرب، وبالضبط في مدينة الناظور، يعني السيد ريفي حور، مغربي امازيغي مسلم. الجد ديالو كان كيعيش واحد الظروف صعيبه في المغرب اللي خلاته يحرق لمدينه المليليه المحتله. المهم الجد ديال ابراهيم دياز استقر في مدينه المليليه ثقافه مغربيه حره، وفي التسعينات قرر يحرق مدينه مالاغا الاسبانيه وتم يستقر، حيت مالاغا حاليا بحال المغرب اخوتي، عامره بالمغاربه والثقافه ديالها بحال الاندلس، المهم ثقافه مغربيه. وفي 1998 الاب ديال ابراهيم دياز تجوز بالاسبانيه، اللي بعض الاخبار كتقول ان الام ديال ابراهيم دياز دخلت ندير الاسلام ورجعت مسلمه، يعني جوج بهم مسلمين. وفي 1999 كيخلق ولدنا ابراهيم دياز المغربي اللي تنشا في عائله مغربيه اسلاميه. ابراهيم دياز عمره ما نسى الاصل ديالو المغربي، كل صيف كان الاب ديال ابراهيم دياز كيجينا المغرب يدوزو، حيت عنده عائله كبيره في الناظور ونواحيها. ابراهيم دياز عنده اربعه ديال خوت وبنات، والعائله كامله تربت مع الجد ديال المغربي اللي عنده ثقافه مغربيه، وكل عطله كيجينا المغرب. المهم حنا كمغاربه ما بغيناش ابراهيم دياز يكون اسباني والعقليه اسبانيه وكلشي اسباني ويجي يمثل المنتخب المغربي. لا سيدي، ابراهيم دياز مغربي امازيغي مسلم عاوتاني وكيبغي بلادو بزاف، وهادشي اللي شفناه في الصور الاخريه. المهم ابراهيم دياز الموهبه ديالو ظهرت في الحومه ديالو مع احياء الشعبيه، ثم الوالد ديال ابراهيم قال لك صافي سيدي هذا عيطلع شي موهبه خارقه، ودخلوا في اكاديميه مالاغا اللي تمك ظهر ديالو بصح وعطى اللي عنده. ابراهيم دياز ما كانش كيمشي يلعب هو اللاعب وداكشي، ابراهيم دياز كان العقليه ديالو الكره ثم الكره ثم الكره. دربان في اكاديميه مالاغا بواحد الطريقه بلا ما نقول لكم، وتما باش ريال مدريد بغاتو تجيبو وتخلي في الاكاديميه ديالها، ولكن المان سيتي قالت له لا اجي، الولد يلا عنده 14 سنه غيلعب معانا. اول عقد ديالو كان مع المان سيتي ب 200 مليون، يعني 200 ألف يوم، ولكن العقلية ديال إبراهيم دياز ما كانش كيبغي الريال وما كانش كيبغي شي فرقة أخلى، العقلية ديال إبراهيم دياز كان كيبغي برشلونة. وهذه أول معلومة تسمعوها، إبراهيم دياز برساوي وكيبغي ميسي. بقاو معايا مع هذا الفيديو ملي كان إبراهيم دياز مازال صغير. كيما سيكيبو تي غوستا بارسا أو مدريد أبارتي ديال مالاغا؟ بارسا. البارسا تي تيرا نو؟ تي غوستا نو؟ أكين إيز تو إيدولو؟ جوغور كي ماس تي غوستا؟ ميسي. ميسي، سي. أكين تي كومباران أ تي؟ كما عارفين ان ابراهيم دياز حاليا ريالي وكيلعب مع الريال، ولكن الصغر ديالو والحب ديالو كامل عطاه برشلونه وليونيل ميسي. المهم في هاد الايام اللي كان كيعشق برشلونه وليونيل ميسي القدوه ديالو، في ديك الايام مشى للمان سيتي يلعب وهو مازال عنده 14 سنه. ابراهيم دياز العقد ديالو مع المان سيتي أربع سنين من 2015 حتى 2019، ولكن مع الشباب صغار، لعب شي المباريات مع الفريق الأول الكبير ولكن غوارديولا ما قنعوش، ومن داك النهار ما ناداش عليه وما بغاش. وفي 2019 ريال مدريد دارت عينه في إبراهيم دياز، حيت ملي كان صغير المان سيتي خطفاتو، ولكن الريال هاد المرة ما بغاتش تفلتو. علاش ما بغاتش تفلتو؟ حيت صراحة هو كان واحد الموهبة واعره والرقم 10 كيستحقها. المهم في 2019 ريال مدريد تعاقدت مع ابراهيم دياز، العقد كيمتد 3 سنين. ابراهيم دياز قضى الموسم كامل في الاحتياط، لعب بعض المباريات، مارك هدف واحد وربح بالليغا والسوبر، يعني ما قدمش شي مستوى كبير مع ريال مدريد. ولكن 2020 الميلان بغات ابراهيم دياز، وريال مدريد ما بغاتش تبيع ابراهيم دياز، قالت له انا غادي نعطي لكم اعاره، يعني ابراهيم دياز مشى معار 3 سنين للميلان، وفي الميلان بان وعطى وخدم ديال بصح. لعب مع الميلان 91 مباراة، كاين اللي ودية كاين اللي احتياط كاين اللي اساسي، ماركا فيها 13 ديال الاهداف
وعطى 20 اسيست. هو كيلعب رقم 10 يعني وسط هجومي كيفتح اللعب، والاحصائيات ديالو صراحه عاليه. وبذلك ريال مدريد بغات ترجع الاعاره ديالها. في 2023 يعني العام اللي فات ابراهيم دياز كيعاود العقد مع ريال مدريد لمده 4 سنوات. في بدايه الموسم ما شفناش ابراهيم دياز، انشيلوتي ما اعترفش بابراهيم دياز بالمره، ولكن ابراهيم دياز استغل الفرصه ديالو باصابه بيلينغهام وفينيسيوس جونيور، اقدر يكسب الثقه ديال انشيلوتي وقدر يلعب مباريات اساسيه ويعطي الاسيستات ويماركي. وحاليا داير بوم في اسبانيا، وكل شيء كيقول احنا بغينا ابراهيم دياز يلعب مع المنتخب الاسباني ويلعب اساسي مع ريال مدريد. وداكشي اللي خلى ابراهيم دياز حاليا يتردد واش يختار المنتخب المغربي اللي ديما كينادي عليه، ولا يختار المنتخب الاسباني اللي كينادي عليه غير على الحاجه ديالو. وابراهيم دياز في اخر مباراه في تشامبيونز ليغ ضد لايبزيغ ماركا واحد الهدف عالمي صراحه، ودى عليه احسن هدف في الاسبوع، دار رجل المباراه ولكن خرج اصابه. وفي ديك الساعه الصحف الاسبانيه كامله كتضغط على ابراهيم دياز، وديما كنسمعوا الاشاعات وابراهيم دياز صافي اختار منتخب اسباني، ابراهيم دياز اسباني، ابراهيم. هي اذا جينا نشوفوا ابراهيم دياز من ديما كيحلم يمثل المنتخب الاسباني، وحياته كامله دوزها مع المنتخبات الاسبانيه، لعب مع المنتخب الاسباني اقل من 17 سنه 10 ديال المباريات، ولعب مع المنتخب الاسباني اقل من 19 سنه 10 ديال المباريات اخرى، ولعب مع المنتخب الاسباني اقل من 21 سنه 7 ديال المباريات. والمنتخب الاسباني الكبير اللي صافي كيحسم مسيره اللاعب لعب معها واحد المباراه وباقي له جوج ديال المباريات. اذا لعب ابراهيم دياز هاد جوج مباريات فصافي ابراهيم دياز باي باي، عمره ما غادي يمثل المنتخب المغربي. وعليها الجميع حاليا كتضغط على ابراهيم دياز باش يمثل بلاده والبلاد ديال اجداده. مؤخرا ابراهيم دياز ملي كان كيلعب مع الميلان كان كيحلم وكيزاوق المنتخب الاسباني باش ينادي عليه. لويس انريكي في تصفيات كاس العالم عمره ما نادى عليه بالمره، رغم انه كان متالق مع الميلان بواحد الدرجه كبيره، اللي وصل معها الدومي فينال تشامبيونز ليغ ودا معها الدوري الايطالي، ولكن لويس انريكي ما اقتنعش عليه بالمره وما ناداش عليه في كاس العالم. ومن ثم ابراهيم دياز العقليه ديالو بدات كتبدل، كيقول لك انت كيفاش انا غنمثل اسبانيا وهما ما باغينيش، اصافي انا واقيلا غنمثل انا المغرب. في ديك الساعه بدينا كنشوف التوجه ديال ابراهيم دياز على المنتخب المغربي، كيجي المغرب كيسافر وديما كيذكر المغرب. المهم المنتخب المغربي مش حال هادي هو كينادي على ابراهيم دياز منذ ان كان بادو الزاكي في 2015، ناداو عليه ولكن رفض الدعوه، وحتى مع اغفي غونال نادى عليه ولكن رفض الدعوه، وحتى في 2019 خليل وديس نادى على ابراهيم دياز ولكن رفض الدعوه. ولكن في 2022 وليد الركراكي بدل كل شيء، وصل المنتخب المغربي للدومي فينال كاس العالم، وحاليا المواهب ديال العالم كامل كتحلم باش تمثل المنتخب المغربي. شحال هادي إيه المنتخب المغربي كان منتخب عادي وقليل اللي كيبغي يمشي في المسار ديال المنتخب المغربي، ولكن دابا كل شيء تبدل وكل شيء تغير. ابراهيم دياز ملي شاف الدعوه ديال المنتخب المغربي في كاس افريقيا مؤخرا، صافي الراجل مشى يوجد باسابورت ديالو يعني جاوز السفر، اي لحظه يقدر يلتحق للمنتخب المغربي ويلعب معاه، ولكن هو مازال كيستنى الدعوه ديال الاسبان. وحاليا بدينا كنشوفوا الصور ديالو في المغرب خصوصا في مراكش، بقاو مع الصور اخوتي. وهقول عنك وهقول عنك حكايه، ازاي يا حبيبي رغم البعد مفيش بينا مسافه قلنا ندفع. المهم ابراهيم دياز من ديما باغي يمثل المنتخب الاسباني ويلعب في كاس اليورو، ولكن الفرصه ما جاتلوش. ولكن ملي تالق مؤخرا مع ريال مدريد صافي الشعوب الاسبانيه كامله كتنادي على ابراهيم دياز، وحتى المدرب بدا كيضغط على ابراهيم دياز. والبارح صحيفه ايسي الاسبانيه قالت ان ابراهيم دياز رسميا موجود في اللائحه ديال اسبانيا لاعد واجه كولومبيا والبرازيل في وديتين مارس، وهذا الشيء اللي خلى الشك في المنتخب المغربي واش غيمثل المنتخب المغربي ولا الاسباني. المهم حاليا الاشاعات اللي كتدور كاملين كذوب في كذوب، بزاف ديال الصحف الاسبانيه كتقول لك صافي رسميا ابراهيم دياز خسر المنتخب المغربي، وحتى بعض الصحف المغربي كيقول لك رسميا المنتخب المغربي نادى على ابراهيم دياز وغيكون حاضر في التشكيله الجايه، ولكن حاليا ما كاين والو اخوتي. الخبر الوحيد هو ان في اللائحه الاوليه ابراهيم دياز حاضر مع المنتخب الاسباني، هادشي اللي كاين، والقرار الوحيد هو ابراهيم دياز واش غادي يخون بلادو ويمشي لاسبانيا، ولا غادي يجي بلادو بحال حكيم زياز واشرف حكيمي والزلزولي. هادشي اللي غادي نعرفوه في مارس في التوقف الدولي.